والآن مشاهدينا وصلنا إلى فقرة العربية نت، وينضم إلينا من فريق العربية نت الزميل أحمد سلهوب. صباح الياسمين يا أحمد. صباح الخير. خلينا نبتدي معك اليوم مواضيعنا. عندنا أول موضوع عن طريقة مبتكرة لتهريب الأشياء للمساجين في روسيا، إذا تحكي لنا عنها. والله هو الغريب يعني أن المساجين مثلا لا يكتفوا بأي حاجة عشان يتواصلوا مع العالم الخارجي، وكانت آخر يعني التقاليع ديت أو آخر الوسائل لما توصلوا إلى يعني هرة أو قطة ان هم وضعوا عليها جهاز محمول وشحن بطاريه وخلاها تتسلق يعني السياج او الحائط او السور اللي هو المحيط بالسجن علشان توصل الحاجه دي للمساجين. وبمحض الصدفه يعني ان او اداره السجون او سلطات السجون في روسيا في جمهوريه اسمها كامي شمال روسيا اكتشفت هذه يعني القطه بالصدفه، وساعه ما قبضت عليها فوجئت بالحاجه دي لدرجه ان احد ليش كان الهر تصرفات يعني مريبه تصرفات يعني مثلا؟ لم تكن تصرفات ولكن يعني تسلق سياج، فبطبيعه الحال راح يعني اول يوم جانا، ثاني يوم جانا، ثالث يوم يعني الوضع يعني في شيء غريب بالضبط. ففوجئوا به يعني بجهاز باجهزه محمول وشحن البطاريه ليه كمان، يعني مضبط العمليه من كله. فبالضبط تم القبض على الهر، وان رجل الشرطه او سلطات السجون قالت لاول مره نكتشف يعني طريقه تهريب في تاريخ السجون الروسيه. يلا هيقعد معاهم الهر جوا بقى يونسهم. سؤال مضحك على تويتر انه كيف راح يحققوا معاه؟ أيوة. شكل التحقيق راح يكون مع الهر، ممكن يكون عنده محامي يبلغ يجيبوا له يجيبوا له هرتة ممكن يبلغ على الاخرين يعني عن اصدقائه يعني. الموضوع غريب يعني بس يلا ننتقل الى المظاهرات في تركيا. يبدو انه الحدث الرئيسي بالطبع هو المظاهرات وما يحدث من المظاهرات، ولكن يبدو ان الشعب التركي فيه شوي من الروح المصريه، كل واحد عمل فنعه يعني على راحته، عمل شيء جانبي في الانتخابات. هو بالضبط لو احنا لاحظنا اصلا ان في ثورات الربيع العربي الاخيره يعني لم تكن ثورات سياسيه يعني بالاساس بقدر ان الناس فيها استغلتها لاظهار طقوس عندها معينه، لممارسه عادات وتقاليد عندها معينه. اخر هذه التقاليع او هذه الطقوس كانت في تركيا مظاهرات ميدان تقسيم، ان يعني الاحد مثلا ان العشاق او الاصدقاء مثلا او العشاق يلتقون تحت مثلا خراطيم المياه ومشاروا تبادل يعني التهاني، الاخرون يمارسون مثلا عادات وتقديم مسرحي، الاخر يرتدي قناع، الأغرب من كده يعني كناحك أي كشخصية تنكرية. الأغرب من كده أني أثناء التظاهرات أن أحد يعني الأتراك قام بتوزيع الزهور على رجال الشرطة وهم بيسدوا الطريق على المتظاهرين. فهي يعني الفكرة قايمة أن هذه التظاهرات الآخرون يستغلوها يعني لممارسة طقوسهم، لممارسة أشياء معينة للفت النظر. وكان أبرز شيء لفت النظر هو الممثل اللي هو يعني حريم السلطان يعني الصحفيين وكاميرات التصوير تركت المظاهرة بأحداثها بالجرحى بالمصابين وركزت عليه لأنه خطف الأضواء يعني. أيوه، وكان السؤال هو حريمه معاه ولا حريمه مش بالضبط يعني. السلطان بلا حريمه في المظاهرات التركية. أيوه بالضبط، وفي كثير من الصور كمان اللي انتشرت للمظاهرات كانت جدا يعني أصبحت زي رمز للثورة، اللي هي زي الفتاة ذات الرداء الأحمر اللي هي لابسة فستان أحمر وبيرشوا عليها، وهي كأنها واضح بس أنها كانت تتسوق يعني أو كأنها بس يعني موجودة في المكان. والمشكلة كمان يعني رقصات الباليه كانت كمان يعني تمارس تحت رذاذ المياه وخراطيم المياه للشرطة كانت تمارسها يعني. أيوه. طيب آخر أخبارنا اليوم، طبعا مع قرب الانتخابات الإيرانية بيكثر طبعا المواضيع عن الانتخابات الإيرانية، وفي رسامين الكاريكاتير تحديدا يبدو أنه عندهم محاذير أكثر من أول كمان يعني. والله من الانتخابات الإيرانية السابقة اللي هي عام 2009 تم تجديد الخناق، لأن هذه التظاهرات 2009 يعني شهدت احتجاجات وكانت فيها حرية نسبية، لكن مع قرب هذه الانتخابات المرتقبة في 14 من هذا الشهر يعني أطلقت السلطات الإيرانية تحذيرات حتى على لسان المرشد نفسه بأنه ضرورة توخي الحذر، وعلى وسائل الإعلام الإيرانية يعني توخي الحذر في تناول كافة القضايا خاصة فيما يتعلق يعني وصل الأمر لدرجة اللي هو عدم يعني ذكر مثلا اسعار الدواجن او عدم التطرق ليها او عدم تطرقها برسم الكاريكاتير، فدي كلها تضيق في اطار يعني تضييق الخناق على الاعلاميين، وان في تكتيم اعلامي واضح حتى لدرجه يعني اسعار الدواجن في ايران منعت الصحفيين والصحف يتكلموا عنها، منع للاعتقال، منع لمصادره الصحف وهكذا. مع انه بحسب الدستور اهم شيء الواحد ما يتكلم عن المرشد وعن الجيش تحديدا ولا الرئيس ولا الجيش، حتى ان الصحفيين قالوا احنا مش لاقيين مواد في الدستور تنص على كده.
وهكذا، لدرجة هم بيستعينوا بمستشارين قانونيين لمساعدتهم مثلا في التعرض للقضايا لضمان عدم ملاحقتهم قضائيا. أنا لو منهم رسمة بيضاء بدون تعليق خلاص وخلص. هذه يعني بنود خفية عندهم في الدستور الظاهر، في محاذير خفية. شكرا للزميل أحمد سلهوب من العربية نت. شكرا سارة.